السلام عليكم لزامي أحبائي حبيباتي عزيزي عزيزاتي، ومرحبا بكم معايا في الجزء الثامن من التعلم البيانو باللغة الدارجة. عرفتكم كلكم كتسناو تلعبوا الأغاني ونعطيكم كيفاش كتلعبوا الأغنيات، ولكن راه الا ما قفلتي الا فورتي. هادشي علاش كنعطيكم من بديه، هادو هما لي بلوز امبورطون. تعلم البيانو ماشي تعلم الاغنيه، من بعد كلشي غادي يولي يجيك ساهل. كما قلت لكم لي غام اي سون تري امبورطون، مهمين تعرفوهم، ولكن في الجزء الرابع عطيتكم لي غام او ماجور، اليوم غادي نعطيكم او مينور. يلا ما نعطلكمش. غادي نبداو بيان سور بلا غام ديال دو مينور. La gamme de ré mineur. La gamme mi mineur. La gamme fa mineur. La gamme sol mineur. La gamme la mineur. Et la gamme si mineur. هاد لي زيكزيرسيس كي خصهم يدارو ولا بدا باليمنية واليسرية. وغادا في الجزء الرابع تعرفنا على لي غام من دو حتى السي، وتعرفنا كذلك على شحال من لينوار كتكون فيها. كذلك في المينور، دو مينور كيكون فيها ثلاثة ديال لي دياز اللي هما غي دياز، سول دياز ولا دياز.
لا غام غي مينور كتكون فيها واحد الدياز لا دياز. المي كيكون فيها كذلك واحد الدياز اللي هي فا دياز. الفا مينور كيكونوا فيها أربعة ديال لي دياز اللي هما سول دياز لا دياز دو دياز اي ري دياز. سول مينور كيكونوا فيهم جوج تاع لي دياز اللي هما لا دياز و ري دياز. لا مينور ما فيها حتى دياز. سي مينور كيكونوا فيها جوج تاع لي دياز اللي هما دو دياز والفا دياز. اي فوالا سيداتي وسادتي، كنتمنى الحلقه تكون عجبتكم واستفدتوا معايا في هذا لي مينور عاوتاني، وكنتمنى باش تبارطاجيو معايا لي فيديو ديالي. راه كاينين الناس بزاف باغيين يقراو بالدارجه وما لقاوش، فلهذا الله يخليكم بارطاجيو وديروا لي سبسكرايب وبيان سير واحد لايك باش تشجعوا مزيان، وغادي نمشيو شي شويه بعيد. هذه الحلقه كتنتهي، والى الحلقه الجايه ان شاء الله.